السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الصابلي تقريبا مالح، إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون مميز وممتاز. هاد الصابلي غنديروا للناس اللي كياكل اللي ما كياكلوش يعني السكر، ان شاء الله نتمنى منهم يعجبهم ويجيهم مزيان، وان شاء الله مستقبلا راه غادي نديروا بزاف ديال الملح ان شاء الله. القناة الحمد لله راه وصلنا فيها اليوم 274 فيديو، بالفيديوهات ديال اليوم غادي توصل 277 فيديو. نتمنوا منكم لان عطيت واحد الاهميه وعطيت واحد القوه للقناه باش تطلع، باش يكون فيها مكتبه كبيره ان شاء الله ديال لي فيديوهات، الانسان اللي كيقلب عليه يلقاه بإذن الله. ونتمنى منكم ما تنساوش تحملوا التطبيق ديالنا في جوجل بلاير، راه كاين التطبيق خاص بنا ديال الهاتف اللي غادي يسهل عليكم مأموريات البحث ومأموريات بزاف، غادي يسهل عليكم المسائل بزاف. يعني الجديد ديالنا كل نهار غتلقاوه في تكليكيو على الفيديوهات ديالنا، غادي يعطيكم الفيديوهات اللي طاحوا جداد ونكلاليس حتى لنهاية الفيديوهات اللي عندنا في القناة، حتى 72 فيديو 74 فيديو غادي يعطيها لكم مستفى واحد حدا واحد، كل واحد بالسمية ديالو داكشي اللي فيه. ودائما الجديد راه كيجي الفوق، دائما الجديد كيجي الفوق. هنا ما تسناوش باش يقول لكم اليوتيوب راه الجديد طاح، راه ما طاحش، يعني الجديد دائما الفوق. وهنا غادي تهناو، يعني غادي تهناو سورتو الناس اللي عندهم الهواتف واللي عندهم لي طابليت، هذا خاص بهم. اللي عندهم لي كمبيوتر، لي كمبيوتر اللي يديروا الطريقه المعتاده، تنديروا شي تطبيق ان شاء الله للكمبيوترات المعتاده ان شاء الله. وابتداء عما قريب ان شاء الله راه غادي نديروا مقادير باللغه الفرنسيه وباللغه الانجليزيه في الفيديوهات ديالنا، وان شاء الله التطوير جاي في القدام، وغادي نطور وغادي نديروا شي حاجات مفاجات كبار ان شاء الله بعد ما نرجع من العطله ديالي لهاد القناه ديالنا. ان شاء الله غادي يكون قناة عائلية، بالمناسبة عائلية، يعني غادي تكون عائلية، غادي يبغيوها ولادكم وغتبغيوها نتوما وغيبغيوها نسائكم، يعني غتكون عائلية إن شاء الله الرحمن الرحيم، غتكون في المستوى الرفيع، لأن عندنا أفكار كبيرة جيدة جدا اللي غادي نطوروا بها القناة ديالنا باش تصبح من أكبر القنوات ماشي في المغرب بوحدو، في العالم بإذن الله، بإلا شاء الله سبحانه وتعالى. من الفقس ديالنا ديال هذا النهار غادي نحتاجو فيه بإذن الله واحد 180 غرام ديال لافارين، 180 غرام، 70 غرام ديال الزبدة، 45 غرام ديال زيت العود، يعني زيت العود غديرو جوج معالق ونصف، جوج معالق ونصف كبار ديال زيت العود. غادي خصنا شوية د الملحة، غادي خصنا الفرماج حمر، فرماج حمر 50 غرام، فرماج حمر كنأكد فرماج حمر، هذا الصالي هذا سميتو كيتصوب بالفرماج حمر، فرماج لافاش كيري او فرماج كيري او لا هو ليكيد ما غاديش نديروه، لان الا درناه خصنا نديرو عمليه باش نقصو من الحويجات اخرين باش نديروه. اذا فرماج حمر غادي خصنا واحد البيضه، غادي خصنا معلقه ديال الزعتر، غادي خصنا ازير اكليل الجبل، غادي خصنا معلقه حتى هو كبيره ديال اكليل الجبل. هادو هما المواد اللي غادي خصنا في الصابلي ديالنا ديال هذا النهار. كناخذو الزيت العود ديالنا كنخويوها بزلافه، كنخويو معاها الزبده ديالنا، كنخويو ديك البيضه، بيضه وحده اللي عندنا، كنخلطو هاد العناصر بحال هكا، تخلطوهم مزيان حتى يتخلطو مزيان. نخلطو هاد العناصر حتى يندمجو مزيان، غير تحكوهم مزيان راه غادي يندمجو ليكم، مكاين حتى شي مشكل. اللي بغات تخدم بالطراب تخدم بالطراب، انا نحب نخدم بيديا الحاجات قلال بحال هكا. انا هنا كندير لكم الوصفات قلال، غادي نخدمو الزبدة ديالنا مزيان بيدينا بحال هكا، تخلط مزيان، ملي درنا كاع السوائل ديالنا ها هما، نديرو شويه د الملحه ديالنا
لان هذا الصالي ما كيكونش فيه السكر نهائيا. كنزيدو لافارين ديالنا، كنخويو لافارين ديالنا ونخويو الفرماج حتى هو جهة. 50 غرام ديال الفرماج ديالنا، 45، لا 50، لا اه فرماج 50 غرام، قلت لكم 50 غرام. عندك الزعتر، وغادي نخويو اكليل الجبل ديالنا. كان نوركو عليه بحال هكا لان راه هكا اكليل الجبل. كنخلطوا هاد المقادير ديالنا مجموعين باش يتجمعوا علينا هكا. هنا راه كاين واحد الصالي مي اكسيبسيونيل من داك الطراز العالي، وان شاء الله راه غادي نديرو لكم دي الصالي في المستوى الرفيع. كيجيو مزيانين، دخلوا كاع لافارين ديالكم هكا وخلطوا المقادير، تخلط مزيان. ديالنا تيتجمع بدون عجنه بزاف، ما نعجنوش مليح، ما نعجنوش بحال هاد العجائن، ما كيبغيوش يتعجنوا مزيان. يعني كتخلطهم حتى كيندمجوا العناصر ديالنا، كيندمجوا مزيان بحال هكا، وكيجي العجين ديالنا مندمج ان شاء الله. العجينه ديالنا كناخذوها للثلاجه، نخليوها واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه في الثلاجه. مرحبا، بعد ما خلينا العجينه ديالنا تريبوزا شويه، غادي نسرحوها مزيان باش ندخلوها الفران ديالنا. العجينه راه كتجي هشيشه، نجيب واحد بورت بياس سامبل كنقطعو به على شكل دوائر بحال هكا. كنستمرو في العملية ديالنا تنقطعو مجموعة العجين ديالنا. العجين ديالنا، الكمية ديال العجين ديالنا عطاتنا 30 بياسة. كنزيدو شوية ديال الزعتر من الفوق، شوية غير واحد شي حبات، كيما الزعتر راه فيه لداخل مزيان. وكندخلوه الفران درجة الحرارة 170 درجة. واخا تشوفوا العجينة رطبة بزاف، ما تزيدوش ليها الطحين، ما تزيدوش الطحين العجينة ديالنا، سرحوها تتقطع لكم هكا ودخلوها الفران ديال 170 درجة. اللي عنده الفران ديال الغاز يدخل يشعل ليه من التحت شوية ومن الفوق شوية ويدخلها ويخليها طيب ان شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا، ها هو الصالي ديالنا طايب، نخرجوه. مرحبا، هذا هو الصالي ديالنا اللي صوبنا، اللي نتمنى من الله تبارك وتعالى باش يعجبكم وينال رضاكم ان شاء الله. راه زوين الاصحاب اللي عندهم السكر واللي عندهم سميتو اللي ما كياكلوش السكر، راه مزيان ليهم. صابلي هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم، صابلي مالح بكليل الجبال بازير وزعتر، راه كيجي رائع، كيجي هشيش ورائع. الريحة ديالو كتعطي من البعد، كتشميه من البعد. ان شاء الله نتمنى لكم اوقات طيبة معنا، ونتمنى منكم الاخوات والاخوة، راه درنا تطبيق ديال الهاتف، اللي عنده هاتف او طابليت بغى ياخذ، بغى يوصله الوصفات ديالنا الجديد ديالها، ياخذ التطبيق ديالنا من جوجل ستور، من جوجل بلاير، يعني فين كيكونوا التطبيقات ديال اندرويد راه موجود تماك ان شاء الله. ونتمنى لكم التوفيق مع قناتنا إن شاء الله، نحن دائما معكم ونقدم لكم كل ما هو جيد وممتاز،
وبإذن الله راه تطوير كبير غادي يمس القناة ديالنا إن شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نردوها قناة عائلية اللي غادي تحبوا ويحبوها أولادكم ويحبوها رجالكم وأزواجكم. يعني الطبخ خصني يكون محبوب عند الأزواج وعند الإناث، ماشي غير عند الإناث بوحدهم، حتى الأزواج خصهم تاهما يديروا مجهودات ديالهم، يعاونوا في الكوزينة ويطيبوا مرة مرة، راه ما كاين حتى مشكل، راه زوينة. راه الإنسان خصو غير يجرب واحد الحاجة غيلقاها من أروع ما يكون. ما نحطوش الحمل على العيالات، كل شيء العيالات يطيبوا ويربيوا الولاد ويديروا، حتى الرجال حتى هما خصهم مرة مرة يديروا شي حاجة والحمد لله والدنيا غادية هكاك، وتكون السعادة في الدور ديالنا في الكوزينة. راه الإنسان ملي كيدخل الراجل والمرأة الكوزينة كيتناقشوا كيهضروا هادو كل المسائل كلهم كيعطيو واحد النوع ديال السعادة للعائلة إن شاء الله الرحمن الرحيم. نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا.